متواصلين نحن في هذا الفرح وهذا السلام وهذا الحب وهذا الإخاء. معنا حيكونوا البلو بيت، بلو بيت باند اللي هي النبرة الزرقاء زي ما أنا فهمتها. أنت من أول حاجة نعرفك؟ أنا بدر الدين نصر موسى. بدر الدين نصر موسى هو عازف البيز وهو رئيس الفرقة، لكن في حاجة غريبة في الفرقة دي، إنه بتغنوا وفي نفس الوقت بتقدموا موسيقى صرفة، موسيقى ما معها غنوا. دي تجربة جديدة بالنسبة للفرقة الموسيقية. الفكرة شنو؟ أولاً أنا عازف بتاع بيز وبتاع كونترباس في نفس الوقت. الحاجة الثانية، دائماً في زمن من الأزمان لازم تخرج من المألوف، يعني الغنى السوداني كله مألوف، لازم نقدم غنانا ونلعب مزيكا في نفس الوقت، نجبر الناس إنه تسمعنا وتصفق لنا. هو حصل قبل ما تغنوا ذات. إن شاء الله إن شاء الله. أشكركم. أنا بشكركم أنتوا، الشكر الجزيل والشكر إن شاء الله يصلكم من القلب للقلب على حضوركم الليلة وعلى وجودكم الجميل معنا الليلة هنا في كامبوني. بدر الدين نصر حيكون آخر فقرة معنا الليلة في رحلتنا اللي استمتعنا بها كلنا دي، وبحيي المشاهدين في كل مكان وأقول لهم إن شاء الله استمتعتوا معنا بليلة دانيال بيرل هنا بكامبوني الخرطوم. لعدي ما نلاقيكم في أوقات جاية جميلة وممتعة فيها سلام وفيها إخاء وفيها محبة. ماني قادر أسيب عينيك وأبدأ غير أعيش حياتي. شايفه